هؤلاء الصيادون يعانون من آثار ظاهرة النينيو التي تجلب مخاطر كوارث مختلفة إلى أجزاء مختلفة من العالم، من ضمنها دولة البيرو في أمريكا الجنوبية، حيث يعيش صيادوها عاماً مليئاً بالخسائر بالنسبة لقطاع صيد الأسماك. فما هي تلك الظاهرة؟ النينيو أو المعروفة أيضاً بالتذبذب الجنوبي، ظاهرة مناخية طبيعية يصبح فيها سطح المياه في وسط المحيط الهادئ وشرقه دافئاً إلى ساخن، ولذا تحدث تغيرات في أنماط الطقس التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي، ومنها قطاع صيد الأسماك. ظاهرة النينيو تتكرر كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهراً. La temperatura del mar está encima de 4 grados, 5 grados y nos afectó bastante, ¿no? المركز الوطني للتقديرات والوقاية والحد من مخاطر الكوارث في البيرو حذر من أن أكثر من 2.5 مليون شخص سيتعرضون لخطر شديد بداية عام 2024 نتيجة ظاهرة النينيو.